لحظات الاستعدادات جارية لانطلاقة الشوط السادس في المجموع الثالث في مجموع القاعدين. لا وفي هذه اللحظات انطلق الشوط السادس في المجموعة الثالث في مجموعة القاعدين. اللي انتزع المركز الأول في هذه اللحظات اللي هو شاهين لناصر بن سالم الحفيظ، انتزع المركز الأول في هذه اللحظات. أما ثاني المراكز رعد للسيد سالم بن هادي اللفجح، وفي ثالث المراكز من الجانب الأيمن شاهين لعيسى بن سلطان بن سند الهاجري، انتزع المركز الثاني في هذه اللحظات. أما رابع المراكز الشباب لبصير لسيد عبد الله بن محمد بن حمد الكبيسي في رابع المراكز، ولكن خلونا مع بن حفيظ انتزع المركز الأول في هذه اللحظات اللي هو شاهين لناصر بن سالم الحفيظ، انتزع المركز الأول. والناموس في هذه الشارة المدعومة من السيد الحميدي بن علي بن مقارح، شارة ظن هياض. أما في ثاني المراكز من الجانب الأيمن شاهين لعيسى بن سلطان بن سند الهاجري في ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز والقابض القادم بكل قوة هذا هو ذكريت للسيد حسن بن سالم بن زايد العتيبي. وصل ذكريت انتزع المركز الأول وتسلل بكل قوة ذكريت، وانتزع الناموس في هذه اللحظة ذكريت للسيد حسن بن سالم بن زايد العتيبي انتزع المركز الأول مع ذكريت. أما في ثاني المراكز اللي هو شاهين لسالم بن ناصر الحفيظ، وثالث الدخول من شعار الدبلوماسي واصل السومالي هذا هو جلفار واصل بكل قوة للسيد سعيد بن محمد السومالي، ولكن ذكريت جلفار وذكريت الصومالي أم العتيبي الصومالي، ولكن ذكريت حافظ على مركزي، ولكن الصومالي أتسلل جلفار وانتزع المركز الأول في هذه اللحظات. أما في ثاني المراكز اللي هو ذكريت للسيد سالم بن حسن بن سالم بن زايد العتيبي. أما في ثالث المراكز شاهين للسيد ناصر بن سالم آل حفيظ، انتزع المركز الثالث في هذه اللحظات.